وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح؟ شنو القصة بنادي؟ شنو الموضوع؟ شبيك تخبلت؟ شنو وين تروح؟ شنو القفاية طايرة؟ أستاذ علي الخلوق المحترم حبيبي، بعد أسبوعين من العمل معاك اكتشفت أنت لا خلوق ولا محترم. ليش؟ مو ماشيين حلو؟ أستاذ علي أنت تدور دق ورقص في بعض الأحيان، أنت تريد مثل الموسم الثالث الأخبار السريعة مرات، ورا حلقتين تسوي الزوافيف مو بهالحدود، ورا حلقتين شرب 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 شرب. حبيبي انت ما فاهم الاعلام صح، احنا نحاول نمسك العصا من النص. وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح؟ أستاذ علي الخلوق المحترم الكبير الثقيل. زين ما فهمت يا شنو سالفة وين تروح؟ نلقى فوية طائرة. أستاذ علي هذا خبر ما حد سامعه، ما حد شايفه، الله ما حد يصدقه. شنو هذا الخبر؟ انطوني الخبر خي شوفه. 6 5 4 3 2 1 0. أستاذ علي الخلوق المحترم العراق وصل للفضاء، وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح؟ أستاذ علي الخلوق المحترم الكبير الثقيل. هذا خبر عظيم، هذا السبق الصحفي اللي نريده. حلو، العراق وصل للفضاء، يعني عبرنا بهاي المحاولة وصلنا للفضاء. طبعا أدت وظيفتها ورجعت بجنوب العراق تحديدا بالزبير، واستقبلوها أهلنا بالبصرة. خلينا نشوف الاستقبال، يلا راويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي منطقة بالزبير اسمها حي الآثار، صار لهم 15 يوم ما عندهم كهرباء بدون محاولة، فهسه جابوا محاولة وزفوها، وتعالوا خلينا نشوف وياهم. ايوه هم الكهرباء طافية. مبروك عمي مبروك. وبيتك بين تيل وتيل، وبيتك وبيتك وفراقك يهد الحيل، وبيتك 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 وبيتك. استاذ علي الخلوق المحترم الكبير الثقيل. ها استاذ علي شلوني؟ هذا الشغل الصح، هذا الشغل الصح، بس احنا محتاجين نحكي بصراحة انا وياك حبيبي. تفضل استاذ علي. يعني انا اريد اثبتك واريدك تصير وياي، بس يا ابو نادية يعني اريد احكي لك بصراحة، انت ملابسك ما ادري شلونها، انت ليش ما تلبس مثل الاوادم يعني يا اخوي؟ استاذ علي انا زوجتي ما تغسل ملابسي. ليش؟ فيمينست. زين احنا راح نبقى معتمدين فقط على الدق والرقص والغناء وهذا الاسفاف؟ لا استاذ علي لا، مره دق ورقص مره شعر، راح اراويك نموذج. تفضل عزاوي. هم تدري منها تزلك شو تسوي بيها لازم؟ هم تدري شو يسوي القلب لما يريد ازازه؟ هذا فهد العزاوي. والكهرباء من تنطفي انقلب وصلت بازه. هذا واحد، وهذا النبي قلب بن نادي العميدي من ربيعتنا، حبله وحده بالعرب.
راح مشى عليها أهلها ما نطوها. قعد الصبح يريد يهد عليهم، شاف السبل الطافي، صاح أمه قالها حجية السبل تشبيه طافي. أمه بكت قالت ليمه جت الكهرباء قوية حرقت السبلت والغسالة والثلاجة. هذا صاحبنا بكى عاين على السبلت، تنوع لزين، قابله وقعد قال له لما عفت انت ورحت، لما عفت انت ورحت. قول نسيت. قول نسيت. هلا ابو شهم الله. لما عفت انت ورحت انا بشنو عذيتك؟ وياك ابد ما قصرت، بارد وحار انطيتك. هلا. من التسعة للستة الصبح على الستعش خليته. الله. تعطل بنص الليل يا ابو البلاوي، ساحب لك ثري فيز من العلاوي. لو جايني وقت الظهر غرقان سابح بالعرق صاير مرق طرشانه. هو يقول هيك. عيد عيد. الله الله عيد. عجبتني الله عليك استاذ علي. الله اريد انا ادوم فتيان بالحلقه الجايه. حاضر. والله لو جاين الظهر غرقان سابح بالعرق صاير مرق طرشانه. كافي اذيتني بروحتك، مدليت والله وعيشتي جاي اسبح بمجانه. الله. استاذ علي بعد هذه المساجله الشعريه ما عندك حجه علي. بصراحه بصراحة ما عاجبني الاسلوب كلش 100%. يعني اذا تريد تتعكز على الدق والرقص فاعرف عمرك الفني قصير. يعني انت ما تريد دق ورقص؟ لا ما اريد دق ورقص مستحيل. خف. ها شلون خف حبيبي؟ لا جديات جديات ابو نادية. يا شباب ما يريد دق ورقص، امشي خل نروح. اي اي دق. بالقرآن ما تستحي.